بساتين مع حسن شاهين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين، الحلقة رقم 25. اليوم بدي أتكلم معاكم في معلومة غريبة شوي، أنا عن نفسي أول مرة أتكلم عنها في برنامج. أنا سويت برامج كثير في هذه الإذاعة الرائعة الجميلة التي أحبها كثيرا، لكن أول مرة أكتب عنوان بهذا يعني هذا العنوان. هو غريب شوية، لكن أنا أقول لكم ليش غرابته، هذا كله تشويق. العنوان اللي كتبته: الأوراق الرسمية وأهمية الحفاظ عليها وترتيب أمورنا الرسمية مهم جدا ويخدم المستقبل. انتبهوا، يعني عنوان طويل لكن حفصله. ليش أنا قلت كده؟ واحد من أصدقائي أعرفه تقاعد، لما تقاعد فوجئ إنهم خصموا من راتبه مبلغ جامد شوية يزيد عن 20,000 ريال. فاستغرب، فجاء قال لهم، قال لي الإدارة المالية: أنتوا ليش خصمتوا 20,000 ريال؟ هذا غير خلاص، هو حيدونه راتب بس يعني بأثر رجعي صاروا ياخذوها من رواتبه. قالوا له، أو أخذوها الظاهر من المكافأة نهاية الخدمة. فقالوا له: أنت أخذت أوفر تايم على شغل معين، الشغل ده ما كان مطلوب منك. قالوا: بس أنتوا اديتوني ورقة وكلفتوني بعمل معين وأنا سويته. قالوا: فين الورقة؟ انتبه، إن كان ورقة إن كان إيميل، إيميل معتبر طبعا، خلاص حاجات دي مقبولة، يعني إحنا أصبحنا عالم رقمي. بس هو الكلام ده قديم، يعني هم مدوا منهم دلوا ورقة، بس هو ضيع الورقة دي. انتبهوا، لما نضيع الورقة دي مسكين حزن. هم كانوا تقريبا 6-7 أنفار اللي قاموا بالمهمة هذه، والسبع أنفار دول كلهم خصموا منهم المبلغ بنفس الحجة. واحد منهم قعد يقلب في أوراقه في بيته، يقلب طلع بالورقة اللي هم السبع أنفار كلفوا بيها في هذه المهمة، اللي هي الإدارة المالية عندهم تعتبرها المهمة دي غير رسمية. فوراهم هي، راحوا ورفعوا وصوروها ورفعها بطريقة رسمية وقالوا: شوفوا أنتوا كلفتونا، صحيح أنتوا الآن ما أنتوا معتمدين أو ما أنتوا شايفين العمل ده مهم، لكن أنتوا قلتونا عليه، إحنا اشتغلنا فيه شغل. صحيح قد يكون الشغل ما هو يعني مسألة معقدة، لكن أنا ما لي شغل في القضايا دي كلها. أهم حاجة أبغى أوصل له أنه الشاب هذا اللي هو موظف كبير طبعا كان محتفظ بالورقة. إحنا حياتنا إما أوراق، شهادة حياتنا كلها شهادة ميلاد، وبعد عمر طويل لكم جميعا 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 يا رب، وأنا معاكم والسامعين والحاضرين، شهادة وفاء. نسأل الله أن تكون وفاتنا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العمل الصالح يا رب يا رب يا رب، ودخلنا ربنا الجنة كلنا يا رب. لكن هي الحياة أكثر، حياتنا كلها أوراق، في البداية ورقة في النهاية ورقة، وما بين ذلك إما أوراق وإما إيميلات وإما رسائل SMS، يعني كده الحياة سبحان الله. ولذلك أنا حبيت أكتب، سبحان الله كتبت العنوان ده وأنا بسمع القصة دي، وسمعت قصص كثيرة وحصلت لي أنا قصص كثيرة، حاجات فقدتها لأني فقدت ورقة. الآن ممكن أي معاملة تعملها يقولوا لك ادينا شهادة ميلادك اللي أنت مولود قبل 30 سنة، أو يقولوا لك ادينا فسح بناء بيتك، أو يقولوا لك ادينا معاملة إدخال الكهرباء، أو ادينا معاملة إدخال الموية، أو ادينا الكروك يعني 600، ادينا ورقة ترقيتك، ادينا ورقة توظيفك. الآن لما نتقاعد أحيانا يقول ادينا ورقة التعيين. ولذلك أنا يا إخوتي الكرام هذه الحلقة حبيت أعملها أسميها الأوراق الرسمية وأهمية الحفاظ عليها. هذه مسألة مهمة، بعض الأحيان ترى نلقى ناس يعني، وأنا منهم علشان لا تقول والله ده قاعد يتفلسف علينا، أنا أولهم، ما عندنا أرشفة جميلة لأوراقنا، ما عندنا أرشفة جميلة للمستنداتنا للأسف الشديد. وإن كنت غلطان فسامحوني، لكن هذا مهم. وأنا عارف أنه بعضكم الآن هو قاعد يسمعني وهو يقول إيه والله كم ضاعت فرص لأوراق ما اهتمينا فيها. أنا حقيقة لأهمية الموضوع ده بدي أكمل في الحلقة القادمة، وبدي أدي أفكار لي ولكم، فاستنوني في اللقاء القادم في موضوع الأوراق الرسمية. دمتم بخير وفي أمان الله. ألف ألف FM.